بسم الله، هنشوف مع بعض ازاي نعمل سكادول لفويد. من فيو هروح للسكادول، اقول له انا عايز اعمل سكادول. هنا فلتر ليفت، يعني ممكن اقول له انا عايز حاجات انشائيه، عايز حاجات ميكانيكال الكتريكال. كل ما بختار حاجه فيهم يبدا تظهر الحاجات الخاصه بيها تحت. اول ما شلت تشيل معايا، تمام، مش تفرق معايا في الاخر، المهم ان انا اختار ان انا عايز الفويد. تمام، هنا بكتب اسم السكادول اللي انا عايزه، دور سكادول 2 او اي سكادول. هنا بدينا اختيارين، احنا بنختار الاختيار الاولاني اللي هو خاص بالسكادول بيلدينج. تمام، السكادول كي ده بيديني حاجات مساعده، يعني ممكن اقول له ايه، لو الروم النيم بتاعها كذا يبقى الروم نمبر بتاعها كذا، بربط العنصرين ببعض. تمام، الفيسز، اي باب بيبقى اي عنصر في الليفل بيبقى ليه فيس، يا اما مثلا ان هو حاجه بتنفذها فعلا، يا اما وركينج دروينج. ممكن اقول له مثلا الحاجات دي هتبقى في المرحلة التانية من الشغل، هتبقى في المرحلة التالتة، الموضوع ده مش هنعمله، الموضوع ده هيتعمل على الورق وهو مش هيتعمل في الحقيقة، هنصب عليهم يعني. بدأ يجيب لي الكادول، بيقول لي ايه الحاجات اللي انت عايز تحصرها. ممكن اقول له الكمية، الكوست، طبعا لازم نجيب اسم الباب، اقول له انا عايز التايب، انا عايز الهاي الارتفاع بتاعي، عايز الويدث. تمام، تبدأ تشوف ايه الخصائص اللي انت عايزها، واقول له هنا دي بقى حاجه خاصه بالابواب، من ان اوردر لان اوردر، يعني فروم روم ممكن نختار النيم والنمبر والليفل. تو روم تبدأ تختار مثلا النيم والنمبر. تمام، اقول له اوكي. تمام كده ظهر لي الجدول. ممكن خانه انت مش عايزها تعلم عليها وتقول له ديليت. حاجه عايز تظبط السايز بتاعتها تقول له ريسايز، تقدر تخليها مثلا دي 35 مثلا بالشكل دوت، أو ممكن تبدأ تحرك مانوال بالشكل الطريقة ديت. تمام، ممكن يكون في خدين عايز تربطهم مع بعض، تروح معلم عليهم كده وتدوس رايت كليك وتقول له جروب هيدر، يروح جايب لك إن أنت تكتب هنا، وتقول له مثلا إيه فروم روم، والخانة اللي تحت دي تبقى إيه النيم والنمبر. تمام بالشكل دوت. تمام، ممكن مثلا تكون العكس، يعني هو مثلا هنا بيقول ان انت فروم من الهول للباص، ممكن تكون عايز تعكس، تقول له اعكسها لي، خلي دي للباص ودي للهول. تمام، ودي التايب. تمام، هنا ممكن تكون انت عايز تعمل فلتر بحاجه معينه. تمام، ممكن تيجي هنا تقول له edit filter، تقول مثلا انا مش عايز اشوف غير الحاجات اللي هي رايحه للاوضه اللي اسمها كذا، يبقى يغفل لك بقيه الحاجات، هيظهر لك بس الاوض اللي النيم بتاعها بيدروم. اوكي، خلاص جاب لي الحاجات دي. تمام، اقول له نعم. سورتنج جروبنج، عندي حاجه اسمها اتمايز، اتمايز دي يعني بيظهر كل العناصر. لا، انا مش عايزك تظهر لي كل العناصر، انا عايزك تظهر لي حسب طيب كل طيب مع نفسه. اقول له اوكي، نشوف اللي يحصل. طيب دوت ظهر ان هو موجود 3 مرات وما ظهرش تاني في قلب الجدول. وده الشكل اللي المفروض ان احنا بنبعته للاستشاري او المقاول او اي حد هينفذ المشروع. تمام، يعني ده الجدول ده اللي بنخرجه من الريفت ونشوف انت عايز تبعته لمين، ممكن مقاول من الوقت، ممكن استشاري، ممكن اي حاجه. التكلفه عايزين مثلا نجمعها، اقول له كالكوليت توتال. هو انا لما بلاقي تكلفه كذا مختلفه ما بيعملهمش، انا المفروض اكتب التكلفه لكل عنصر هو يجمعهم. تمام، وممكن من هناك الكوليكت فاليو اروح اقول له مثلا ايه احسب لي، ممكن اقول مثلا تي سي التوتال كوست مثلا، تقول له الكوست مثلا انا عايزك تضربها لي، يعني هنعمل خانه كوست لو كانت فيها 5 هتتضرب مثلا في 1.2، تكون انت مثلا عايز تنصب هتخفي الخانة بتاعت البوست وتاخد دي وتبقى ال 2% دي عمرك بتاعتك. تمام اوكي، الابيرنس ده مسؤول عن الشكل بتاع الجدول. تمام، احنا شرحنا الجدول كذا مرة في المدونة مع هوس الجيم، بس دي كانت إضافة لموضوع الفروم روم والتو روم، وبالمرة قلنا نشرح شوية خصائص. تمام، هنا بتديني تكست عايز تكتب لي فونت، عايز الهيدر تكست عايز تكتب له فونت، عايز الشو هيدر يظهر معاك، شو تايتل يظهر معاك، الجريد لاين عايز يبقى تخين ولا رفيع ولا ايه بالظبط. اوكي،
المهم يكون الموضوع بسيط شوية.